السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الابتدائي، هنتكلم النهاردة على الدرس السادس من الوحدة الثالثة. بنتكلم فيه على non-discrimination issues for people with special needs. هنتكلم على الحالات الخاصة لبعض الناس. هنشوف الحالات الخاصة دي، هنوضحها لكم بشكل بسيط بإذن الله في الفيديو ده. اللي ما تنسوش لسه ما انضمش لنا، انضم عن طريق الضغط على الزر الأحمر سبسكرايب، الاشتراك، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصل الجديد بتاعنا. وبالنسبة لصفحتنا على الفيسبوك، ما تنسوش متابعة وإعجاب بالصفحة نفس اسم القناة الإنجليزي أسهر مع مس سارة سامي، وصفحتنا على الإنستجرام سارة سامي 825. تعالوا نسمي الله ونشوف مع بعض الموضوع بتاعنا بيتكلم على إيه. عندي طبعا جايبين وائل، أمير، تاليا. تعالوا نشوف ايه حكايتهم الثلاث شخصيات اللي معانا دول. هاي، ماي نيم از مالك اند اي جو تو سكول ان كايرو، بروح المدرسه في القاهره. اي لايك ماي تيتشر اند ماي كلاس، بحب فصلي ومدرستيني. فيري ماتش ان ماي كلاس، في فصلي وي هاف فريندز، عندنا اصدقاء. هو نيد سبيشال هيلب، في فصلي في اصدقاء محتاجين مساعده خاصه. أمير can't walk، أمير ما يقدرش يمشي. تاليا can't hear، تقدرش تسمع كويس. well and وائل can't see well، ووائل مش بيعرف يشوف كويس. we help our friends، احنا بنساعد أصدقائنا. طيب عندنا هنا ان special help، مساعدة خاصة، means more help، يعني مساعدة أكتر. طيب بنكمل مع بعض ونشوف في تدريبات على الجزئية دي. التدريبات بتقول ايه؟ عندي هنا read، اقرأ، and circle، واعمل دايرة. أمير، تدريبات على الجزئية دي بتقول أمير can't walk، نقدرش يمشي. number two، تاليا can't، تاليا ما تقدرش hear، ولا تقدرش تسمع كويس. number three، وائل can't see، ولا ما يقدرش يشوف كويس. activity two، look، انظر، read، اقرأ، and number، ورقم the sentences، الجمل. how can you help your friends، ازاي تقدر تساعد اصدقائك؟ طبعا هنساعدهم، نبدأ نرقم. I can get that book for you، اقدر اجيب لك الكتاب ده اللي هو number one. number two، I can read with you، اقدر اقرأ معاك لان هو بيشوفش. number three، I can say it again، اقدر اقولها مرة تانية عشان السمع هي بتاعها ضعيف. طيب بعد كده بيقول look and read، انظر واقرأ. يبقى المقصود بهنا ان نفهم من الصور دي لغة الإشارة، اللي الحركة دي معناها ان هي I can't hear، مش بقدر اسمع. الحركة دي معناها hello، الحركة دي معناها please، بتبقى الايد كده وبعدين كده او العكس please. بعدين هنا how are you، بيبقى بالطريقة دي. تمام. طيب نيجي بعد كده نقرأ الكلام، بيقول هنا ايه؟ هاي، اي ام تاليا، اي يوز ساين، بستخدم ساين لانجوج، لغة الإشارة، تو اندرستاند ماي فريندز، عشان افهم اصدقائي. this is how i say hello، please، and how are you، دي الطريقة اللي بقول فيها اهلا، من فضلك، and كيف حالك. now you try to do the signs، انت كمان ابدأ اتدرب واعمل الإشارات. بنكمل مع بعض التدريبات اللي على الجزئية دي. جايب لي هنا activity number one، طبعا read and match، واحنا طبعا بنتعامل مع الوقت مع كتاب جيم الأضواء، وفي آخر الفيديو إن شاء الله هنبدأ نشوف برضو المعاصر على الجزئية دي. طيب hello، اللي هي صورة البنت وهي بتقول hello، هو حللها لنا. الصورة التانية I can't hear، هتبقى الصورة دي. three، how are you، هتوصل بالصورة دي. please هتبقى دي. طبعا الصور حسب ما احنا لسه شايفينها مع بعض دلوقتي. طيب نيجي للسؤال activity 2، بيقول read، اقرا، and complete، واكمل. جايب لي كذا كلمه وعايزني اكتب منها. هاي، اي ام تاليا، انا اسمي تاليا. اي يوز ساين لانجوج، بستخدم لغه الاشاره، تو اندرستاند ماي فريندز، عشان افهم اصدقائي. this is how i say hello، ازاي بقول hello، please، من فضلك، and how are you، now you try to do the signs. طيب نيجي بعد كده نشوف كده عشان نشوف العلامات.
احنا كده خلصنا الدرس السادس من الوحدة الثالثة من كتاب الأضواء جيم. طيب تعالوا كده نشوف التدريبات اللي على الوحدة الثالثة في الكتاب، علشان لما نخلصها نبدأ نشوف في كتاب المعاصر متناولها ازاي. تعالوا كده نشوف التدريبات هنا متناولها ازاي في الأضواء. جايب هنا على الوحدة الثالثة بيقول لي look and write، انظر واكتب، sing a song، هنا غني أغنية، هنا collect magnets اللي هو يجمع المغناطيس، والصورة دي معناها draw pictures. طبعا الكلمات دي كلها بتبقى بنحفظها علشان نعرف نجاوب الحاجات دي. listen to music، يستمع للموسيقى، هنا take photos بياخد صور أو يلتقط صور، هنا play sports يلعب رياضات. بنكمل هنا مع بعض، جايب لي كلمات متقاطعة look and complete. طبعا ده light yellow، لكن ده light green، الخط اكيد او واضح كده. وبعدين عندي ده dark blue ازرق غامق، هنا dark gray رصاصي غامق، هنا light blue ازرق فاتح، dark red احمر غامق. هثبتها لكم كده عشان تعرفوها. تمام، واللي عايز يرجع لها تاني بيثبت الفيديو على اللقطة دي وبيرجع لها تاني عشان تشوفوها تراجعوا إجابتكم. نيجي بعد كده look and circle، انظر واعمل دايرة، هنا طبعا عامل لي الإجابة ان ده north و south يبقى attract. طيب هنا north و south و south و north برضو attract وقدامهم مختلفين. طب south و south يبقى repeal يتنفرم. طب وهنا south و south برضو repeal بيتنفرم، المتشابهين يتنافروا والمختلفين يتجاذبوا. نيجي بعد كده بيقول لي match and write، وصل واكتب، sports تتوصل بالاس بي، بعد كده عندي fishing هتتوصل بالان جي، عندي spider توصل اس بي، living room توصل بالان جي، عندي space بالاس بي، sing بالان جي. طيب عشان النهايات بتاعتهم نيجي بعد كده، لكن الاس بي قلنا البدايه. نيجي بعد كده للسؤال بتاع البنكتويشن، بيقول لي هنا طبعا اول واحده هو مجاوبها I love drawing cats، اول حرف كابيتال وفي الاخر علامه التعجب اكسكليميشن مارك. طيب نمبر 2 اول حاجه كابيتال وهو كمان اسم فيبقى ايه الاتش كابيتال، وفي الاخر هو حاطط الفول ستوب. نيجي بعد كده ده سؤال اوله طبعا حرف كابيتال وفي الاخر بنحط كويتشن مارك عشان ده سؤال. اخر جملة it is a black spider دي اخرها full stop وهو في الاول عامل الحرف capital. بعد كده activity 6 بيقول لي هنا read and complete، اقرأ واكمل. hi I am Omar، انا عمر. I go to school in Cairo. I have friends who need special help، عندي اصدقاء بيحتاجوا مساعدة خاصة. my friend Adam can't walk، ما يقدرش يمشي. but I can help، قلنا مادام في هنا but يبقى هنا لو منفي يبقى الجهة التانية مثبت، والعكس لو هنا مثبت يبقى الجهة التانية منفي. my friend علا can't hear and my friend علي can't read، صديقتي علا ما تقدرش تسمع، and my friend علي صديقي علي can't read ما يقدرش يقرأ كويس. I like helping my friends، بحب أساعد أصدقائي. بعد كده جايب لي صورة، جايب لي فيها الألوان عايزني ألونها بس الألوان هو هيختارها. بيقول لي هنا آدم is a kind، هو ادم ده شخص عطوف او طيب. he likes his dark red jacket، هو بيحب جاكته الايه الغامق dark red، طبعا فهنلون الجاكت بتاعه باحمر غامق. and his light green pants، والبنطلون بلون اخضر فاتح. his sister اخته هتبقى wearing بترتدي a light yellow dress، اصفر فاتح، فستان اصفر فاتح هنلونه بالاصفر الفاتح. they are in the living room، هما في حجرة المعيشة. the sofa is light gray، الكنبة هتبقى رصاصي فاتح. they see a big black spider، العنكبوت هيبقى black باللون الأسود. آخر حاجة معانا التدريبات على الوحدة الثالثة البروجكت، بيقول لي إن المغناطيس بيجذب إيه، طبعا هيجذب المعلقة والبراية، وعندنا كمان مسمار
وكمان الدبوس، كل الحاجات دي هتبقى تتلزق في الأماكن دي، تتقص وتتلزق فيها. ده تدريبات على الوحدة التالتة، خلصناها. نبدأ نشوف مع بعض كتاب المعاصر متناولها ازاي. كتاب المعاصر جايب لي أول صورة، هيبقى عايزني أكتب أنا، فبكتب هيلو. الصورة التانية هكتب بليز. الصورة التالتة I can't hear. الصورة الرابعة how are you. نيجي بعد كده بيقول لي read، اقرأ، and take true or false، اعمل صح أو غلط. special help means more help، مساعدة خاصة معناها مساعدة أكتر، هيبقى صح. تاليا can't see، ما تقدرش تشوف، لا هي مش قادرة تمشي، يبقى غلط. أمير can't walk، مش قادر يمشي، لا هو مش قادر يقرأ، يبقى غلط. I can get that book for you، أقدر أجيب لك الكتاب ده، طبعا صح. طيب نيجي بعد كده جايب لي look and read and look read and complete، انظر اقرأ and وأكمل. عندي كلمات اهي فوق هنبدأ ناخد منها. he can't walk ومش قادر يمشي. I can read with you، أقدر أقرأ معاك لأن هي ما بتشوفش. I go to school، بذهب للمدرسة. I use sign language، بستخدم لغة الإشارة. طيب نشوف بعد كده الصفحة التانية فيها ايه. جايب لي هنا بيراجع لي على الساعة، بيقول لي ارسم the clock hands، ازرع الساعة. زين ليه عقارب الساعة، زين color، ولونها كمان. بيقول لي it is 7 o'clock، فكده شكل الساعة 7. it is quarter past 10، كده 10 وربع. it is half past 2، الساعة 2:30. و it is quarter to 8، يبقى 8 الا ربع. طيب نيجي كمان، نيجي بيقول لي هنا لون، جايب لي هنا لايت بلو، ازرق فاتح، البالونات، ريد لون احمر، العربيه، يلو اصفر، البنسل، عندي كمان الدب لايت جرين، اخضر فاتح. طيب بعد كده جايب لي هنا عايزني ارسم وش مبسوط ووش زعلان. المبسوط طبعا لما بنساعد الاخرين، والزعلان لما بنساعدهمش. زي ما انتوا شايفين كده، ده برضه زعلان عشان هي مش بتساعدها، هنا مبسوط لو هي بتساعدها، هنا بيساعد هنا ما بيساعدش، الوش بيبقى حزين. طيب نيجي بعد كده نشوف بقية الأسئلة. عندي عامل لي هنا الاكتيفيتي، جايب لي هنا عايز ايه، بيقول استمع listen and write واكتب the missing sound، الصوت الناقص. king spider space fishing، تاني king spider space fishing. نيجي للسؤال التاني read and fill in the gaps، اقرأ واملأ الفراغات. هيبقى مها بتقول what music are you listening to، ايه هي الموسيقى اللي انت بتسمعها. هبه بتقول I am listening to pop music، بستمع لموسيقى البوب. read and match، هنقرأ ونوصل. I use sign language، لغة الإشارة. I am listening to pop music، بستمع لموسيقى البوب. البوب they don't like drawing، ما بيحبوش الرسم. What color is it؟ ما هو ذا اللون؟ السؤال اللي بعده read and choose، اقرأ واختار the correct words. هيبقى they are، لأن بتيجي مع بتاخد are. he is collecting، am أو is أو are، قلنا بيجي بعدها الفعل في ing. I am drawing، نفس الكلام. she is singing a، بتغني ايه؟ a song، أغنية. I like playing sports، والجهة التانية I like، هنا like وهنا like، يبقى اختار and الاتنين. انا بحب لعب الرياضات and و I like swimming، وبحب السباحة. الاتنين مفهومش تناقض، فيهم عطف على بعض، فاخترت and اللي هي بمعنى و. طيب you are listening to music، السؤال اللي بعده it is quarter to 7، it is half past 6، a magnet has two poles. بعد كده look and circle، عندي هنا ده gray رصاصي، light ده خفيف، ده south pole، ده هنا push. نيجي لآخر حاجة عندنا في الأسئلة، آخر صفحة، هيبقى هنا ده ترتيبه red، وهنا read يقرأ، هنا king الملك. بعد كده a pole is the end of a magnet، اللي هو القطب بتاع المغناطيس ده نهايته، بنقول صح. I use sign language، بستخدم لغة الإشارة، فعلا صح، هي في الصورة اهي. my friend can't walk، ميقدرش يمشي، صح. I play football in the park، بلعب كرة القدم في الحديقة، طبعا غلط، هو ايه بياكل. طيب نيجي نشوف البنك تويت، أول حرف كابيتال وفي الآخر علامة تعجب،
لان طبعا قلنا ده تبع المشاعر والاحاسيس، فبنعمل علامة التعجب. هنا بنكتب الكوبي، بنكتب زي ما هو كاتب بالظبط، بننقلها زي ما هي. خلصنا مع بعض الوحدة الثالثة وراجعنا عليها. دمتم في أمان الله.